أهلا بكم مشاهدينا إلى معرض الصحافة مباشرة من قناة الشروق الإخبارية، وفي مستهله كما جرت العادة جريدة الشروق اليومي والتي عنونت بالبنط العريض: الفساد حربا في الداخل والخارج. وفي عناوين رئيسية أخرى تقرؤون ما يلي: رسميا 3 بنوك جزائرية في الخارج قبل نهاية سنة 2023، وزير المالية يؤكد القمة المصرفية تعكس رغبة الجزائر في التعاون المغربي، والأزهر للطرش يصرح الصيرفة الإسلامية تجاوزت التوقعات ونتائجها في الجزائر إيجابية. وعلى رأس الصفحة الأولى في شأن قضائي تقرؤون: سيدي سعيد 10 سنوات حبسا ومصادرة الأملاك والأموال. فيما يخص إدانة سيدي سعيد تقرؤون في تفاصيل هذه اليومية هذه المقالات المعنونة كالتالي والتي تأتيكم في صفحتها الثالثة: حرب الفساد مستمرة في الداخل والخارج. حيث أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الحكومة بالتحضير للنصوص التطبيقية التي ستسمح برفع الأجور ومنح التقاعد ومنحة البطالة للشروع في صب الزيادات المالية مباشرة بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية 2023 بداية من جانفي المقبل. هذا وترأس الاثنين عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكري والثاني بالوقاية من الفساد. تقرأون أيضا في مقال آخر: قمة برلمانات الدول الإسلامية في الجزائر مطلع سنة 2023، حيث بات من المؤكد عمليا أن الجزائر تنفذ تدريجيا قرارها باستعادة وتعزيز موقعها وبحضورها في المشهد العربي والإسلامي كدولة محورية في محيطها الإقليمي، وهو المسار الذي بدأته باحتضان القمة العربية في طبعتها 31، بالرغم من المناورات التي قامت بها بعض الدول الغربية من أجل إفشالها. تقرؤون مشاهدينا في عناوين أخرى: استراتيجية جديدة لاستقطاب الطلبة الأجانب إلى الجزائر، هذا ما كشف عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري الاثنين بالجزائر العاصمة عن إطلاق استراتيجية جديدة تضمن التكفل الأنجح بالطلبة الأجانب الذين يزاورون دراستهم بالمؤسسات الجامعية الجزائرية، وذلك بغية إعطاء مرئية أكبر لنظام التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر. المساء تكتب في افتتاحيتها الصادرة لنهار اليوم: الزيادة في الأجور ومنح التقاعد والبطالة جانفي القادم، ولا رحمة مع الفساد وحماية المواطن أولى الأولويات لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي قرر تخفيف الإجراءات البيروقراطية لاستعادة الأموال المنهوبة، بالإضافة إلى تعاون إيجابي لدول أوروبية مع ملف استرداد الأموال المهربة. تقرؤون على رأس صفحة الأولى ضمن تصريحات الفريق أول شنقريح الذي قام بزيارة عمل الناحية العسكرية الرابعة: النظرة المتبصرة للرئيس تبون مكنت الجزائر من عودة قوية دوليا. وفي تفاصيل هذه اليومية يأتيكم هذا المقال: السكري يهدد 5 ملايين جزائري بحلول 2030، هذا ما أكده السيحي وزير الصحة الذي قدر عدد مرضى السكري في الجزائر ب 2.8 مليون مريض. كشف وزير الصحة عبد الحق سيحي أن معدل انتشار داء السكري بلغ 15% بين السكان الذين تتجاوز أعمارهم سن 18 عاما، بما يقارب 2.8 مليون مريض بهذا الداء. وقال الوزير خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري تحت عنوان السكري التعايش مع السكري، إنه في حال عدم الوقاية قد يصل عدد المصابين إلى نحو 5 ملايين مصاب بحلول سنة 2030. تقرؤون مشاهدينا في مقالات أخرى ضمن هذه اليومية:
خفض رسوم جمركة السيارات الأقل من 3 سنوات، حيث أدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وشملت تخفيضات على الحقوق الجمركية وضريبة الرسم على القيمة المضافة المطبقة على السيارات السياحية المستوردة الأقل من 3 سنوات من طرف المقيمين الخواص بغرض الاستعمال الخاص من ميزانيتهم الخاصة. البلاد هي الأخرى تكتب وتعنون في صدر صفحتها الأولى ضمن مخرجات الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الجمهورية الاثنين، رفع الأجور ومنح التقاعد والبطالة بداية من شهر جانفي المقبل، وارتياح لتعاون بعض الدول الأوروبية في استرجاع الأموال المنهوبة. وتقرؤون أيضا الجزائر فرضت نفسها على الساحة الإقليمية والدولية، هذا ما أكده الفريق الأول سعيد شنقريحة والذي بارك نجاح الباهر للقمة العربية. تقرؤون أيضا وزير الصناعة يؤكد أن أسعار السيارات ستنخفض في المستقبل القريب، وعلى رأس صفحتي الأولى تقرؤون هذا الخبر 16 قتيلا في مجزرة ببرج بجي مختار. وفي تفاصيل البلاد تقرؤون هذا المقال، هذه هي شروط استفادة العامل من عطلة لإنشاء مؤسسة، حيث حدد القانون الشروط المطلوبة لاستفادة العامل من عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة. وأوضحت الجريدة الرسمية أنه يجب على العامل الراغب في الاستفادة من حقه في عطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي لإنشاء مؤسسة أن يقدم طلبا كتابيا إلى مستخدمه قصد الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة كأقصى تقدير أو فترة مماثلة من العمل بالتوقيت الجزئي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الصحافة الجزائرية الناطقة بلغتها الفرنسية اخترنا لكم هذا العدد من جريدة الإكسبريسيون التي عادت هي الأخرى إلى مشاهدينا، هي الأخرى إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الذي ترأسه رئيس الجمهورية، وعنونت بالبنط العريض الرئيس يفي بعهده. إذن منح التقاعد، منح البطالة والزيادة في الأجور بداية من سنة 2023. وفي الصحافة العربية مشاهدينا تقرؤون في جريدة القدس العربية الصادرة لنهار اليوم هذه العناوين الرئيسية، القدس العربي تعود إلى الانفجار الذي حدث في تقسيم أكثر الشوارع التركية نشاطا واستقطابا للسياح وشعبية أيضا، وتكتب أنقرة تتهم الوحدات الكردية بالضروع في تفجير اسطنبول وتعلن رفض الدعم الأمريكي للإرهاب. نذكر أن التفجير خلف أزيد من ستة ضحايا قتلى، وتم القبض أمس بعد مراجعة أزيد من 1200 كاميرا مراقبة على المتهمة الرئيسية في هذا التفجير، وهي من أصول سورية حسب ما نقلته وسائل إعلام تركية. تقرؤون أيضا قمة العشرين اتفاق أمريكي صيني على منح حرب على منع عفوا حرب نووية. تقرؤون أيضا مشاهدين في الصحافة الأجنبية والبريطانية منها، والتي اخترنا لكم The Guardian للحديث عن ما كتبته في صفحتها الأولى. وتقرؤون التغيرات المناخية طوارئ عامة تتطلب تناسق محكم بين كل الأمم، هذا ما دفع The Guardian إلى الالتحاق ب30 جريدة ومنظمة إعلامية في أكثر من 20 دولة لتقديم رؤية موحدة عن ما يجب القيام به للحد من معاناة الأرض بشكل نهائي. إنها لحظة الفعل تعنون بالبند العريض هذه اليومية البريطانية، وفي عنوان هامشي
تعنون نظرة على أزمة المناخ. وفي عنوان رئيسي آخر تقرؤون: مجلس المحافظين يحذر سونك من المخاطر الكبيرة للإفلاس. كان هذا كل ما لدينا فيما يخص معرض الصحافة لنهار اليوم. شكرا لحسن متابعتي والإصغاء.